اعتداءات بالرصاص الحي، اعتداء بالرصاص الحي على المتظاهرين يوم الاحد 7/6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية المكتوبة التي سنقرأها بهذه الحلقة تباعا إن شاء الله. اليوم الموضوع كما تابعتم في مقطع البداية هو عن الاعتداءات والانتهاكات التي تنفذها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين في مدينة النجف. المتظاهرون خرجوا للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري لأنهم يرونه فاسدا لا يصلح للمنصب ويجب أن يرحل هو مع نائبيه، لكن الحكومة وبقواتها طبعا والميليشيات وكذلك المحافظ يرون الأمر بشكل مختلف ويرون أن لا يجب أن تخرج كلمة لا ضد الفاسدين، لا يجب أن يخرج المتظاهرون ضد المحافظ المرفوض، لا يجب أن يخرج العراقيون ضد حكومة فاسدة وأحزاب فاسدة، يجب أن يبقوا في بيوتهم ويتحملوا هذا الفساد. وعندما يخرجوا طبعا تكون الآلة القمعية بانتظارهم اعتداء بالرصاص الحي كما شاهدتم، يعني وكأن المقطع قبل قليل حقيقة كان من ساحة معركة وليس لحكومة تتعامل مع شعبها بهذه الطريقة. هذا هو الواقع في العراق وحقيقة هذا هو التعامل، وهناك 5 إصابات واعتداءات حقيقة وتعذيب حتى جرى لبعض المتظاهرين. دعونا نشاهد مع حضراتكم مقطع لمناشدة من عدد من الناشطين للكوادر الصحية في محافظة النجف لإسعاف المتظاهرين الجرحى بعد القمع الحكومي والميليشياوي المفرط ضد المتظاهرين السلميين، فلنشاهد. مشاهدينا إذا نبدأ باستقبال اتصالات، أول اتصال معنا السيد أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. سيد أحمد إذا أنت بجانب التلفزيون نص صوت التلفزيون لو سمحت. نعم نعم. أستاذ أحمد. تفضل يا أحمد. أستاذ أحمد. أستاذ محمد. نعم نعم وياك. ما يقوم به هاي حكومة الكاظمي. نعم. كما قام به حكومة العبادي. نعم. وحكومة المالكي. هاي الحكومات استعب على إيران. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم ما حن قلب جميع على عربي قط ورب الكعبة. نعم أستاذ، هي هاي من الأخلاقيات، هي هاي أخلاقيات الشرطة، هي هاي أخلاقيات الشرطة، هاي شيء لا أخلاقي. زين برأيك يا أحمد الشرطة دا تتعامل أو القوات الحكومية تتعامل بمزاجها، لهناك أوامر ماخذيها من قياداتهم بالتعامل مع الناس بهالطريقة؟ أستاذ أحمد، أستاذ محمد. نعم. يعني هذا مو أسلوب ولا هي أخلاقيات الشرطة ولا أسلوبها ولا تصرفاتها. نعم. يعني هم دا ياخذون، يعني ما ادري ياخذون هاي الشيء من المرجعيه مالتهم، يعني شنو لا دين ولا مذهب ذولا. نعم. يعني وين اخلاقيات؟ وين الاسلوب؟ وين تصرفات؟ شنو هالاستهتار؟ نعم. يعني مو هاي مو شيء اخلاقي، ما مقبول. نعم.
أنا أشكرك يا سيد أحمد من بغداد، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وعليكم محمد، السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لك ولكافة الأخوة. أهلا وسهلا. الأخي الكريم، ما يحدث في العراق نعم من إجرام وقتل في حق الأبرياء يعني شيء أصبح عجيب. أين القانون وأين الشرطة وأين الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين؟ وهذا موجود يعني في الدستور وفي في القوانين التي الاجتماعية الموجودة زعموا في التي أصدرتها الحكومة. نعم. هذه أخي الكريم، هذه الاعتداءات والقتل هذه ليست المرة الأولى. في 5 فبراير القبعات الزرق، ميليشيا القبعات الزرق التي يتبعون المجرم مقتدى الصدر، قامت بقتل كثير من المتظاهرين من النجف. هنالك اخي سجون سريه كذلك عند مقتدى الصدر وسجون سريه عند جماعه الحكيم. العراق في فوضى عارمه، لا يوجد قانون، يتم قتل واعدام كذلك الابرياء في السجون، لا حسيب لا رقيب. يعني نحن لا ندري الى اين يتجه العراق. ومع ذلك اخي الكريم، هؤلاء يعني خلي يكون في علمهم انهم لا يستطيعون لوي اذرع العراقيين. العراق له تاريخ، وهذه هي المشكله. هؤلاء اخي ليسوا سياسيين ولا يعرفون في السياسه ولا يعرفون تاريخ العراق ولا يعرفون شعب العراق، لا يستطيعون ان يلووا ذراع العراقيين. هنالك الامر يعني مشتبك، هنالك المراجع الاعاجم الموجوده التي تدعم هؤلاء، هنالك الايرانيين الذي تجنسوا ودخلوا في القوات الامنيه وفي الشرطه وفي الجيش، هم الذين ايضا يساندون هؤلاء. نحن خلاص العراق اخي الكريم، اقول لك بالاتي، يعني حرق هذا الدستور العنصري الفاشي وجعل السلاح فقط بايدي الدوله. الميليشيات لا وجود للميليشيات. وكذلك اخي كل مرجع اعجمي يجب ان يخرج من العراق. اذا سمحت لايران لمعمم عربي لا نقول عراقي ان يتدخل في الشؤون السياسيه، ذاك الوقت نحن سنقبل بالسيستاني وغير السيستاني. هذه هي مخلص الكلام. طيب. فنحن ان شاء الله يعني نشد على اذرع المتظاهرين، ونحن معهم في النجف وكربلاء وفي بغداد وغيرها. وان شاء الله يعني ستثمر هذه. نحن صبرنا كثيرا والصابرين جزاؤهم عند الله بلا حساب. انا اشكرك يا سيد ابو فاطمه من النجف. معنا السيد ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا طبعا اليوم عن طريق المصادفه طلع الثوب ومريت بهذا الشارع وشفت الشغله قدامي. نعم. يعني عدد القوات القمعيه، الشرطه والجيش والسوات وما اعرف يسموها، يمكن 4-5 اضعاف اعداد المتظاهرين، ومسلحه بجميع انواع السلاح. نعم. وضربوهم بكل وحشيه. زين؟ نعم. قنابر صوتيه، هرولات مدري شنو، مسيل الدموع قد 5-6 اضعاف الحجم. نعم. بالنسبه لهذا ما يسمى بمحافظ النجف، اولا هو غير منتخب. نعم. ثانيا تحصيل العلمي 5 ابتدائي. هذا كان في زمن النظام السابق مفوض بشرطه المرور. نعم. وفصل لتناول المسكرات والخمره اثناء أداء واجب رسمي، وكان يتعاطى الرشام من السواق الى السواق، قام يبيع على ليج نايلون وماعين بافون. طيب احنا يا ابو زينب، ابو زينب او ابن عم ابو عبد الحسين ياسر اللي كان نائب سابق في مجلس النواب. طيب سيد ابو زينب، احنا ليش نقول ليش هاي الاله القمعيه والناس طالعه بشكل سلمي؟ اذا تريد محافظ فاسد انه يرحل. ليش يتم التعامل مع الناس اللي اذا تطلع طالب بحق مشروع انه يتم التعامل معهم بهذا الاعتداء؟ 5 مصابين وحاله لزموه القوات مكافحه الشغب عذبوه من المتظاهرين. كل هذا لانه هو رافض محافظ او رافض سياسي فاسد. اخي محمد، يقال ما بني على باطل فهو جميعه باطل. نعم.
يعني لما تقرا الدستور يقول لك اي مرشح من الرئاسه الثلاث الى اصغر عضو او اصغر منصب يجب ان يكون حاصل على اقل تقدير الشهاده الجامعيه الاوليه اللي هي البكالوريوس. يعني هذول خيرهم خامس سادس ابتدائي. عدنان الزرفي سابقا هذا بياع الرقي سادس ابتدائي جابوا لنا لانه جاسوس امريكي. هذول لما هم من حوالي امريكا واوروبا وكذا ناس مهتلفين جابوهم شوف امريكا وبريطانيا واسرائيل. مش عندك نماذج اساتذه جامعات وتكنوقراط وحمل شهادات عليا وانسان هذا يكون انساني. جيبوا لك المهتلفين السراق الكذا زين حتى شنو حتى يدور البلد. طيب بشرفك ترامب وغير ترامب القانون الامريكي رئيس اكبر دوله بالعالم راتبه الشهري 10,000 دولار. عادل عبد المهدي راتبه الشهري مليون دولار. طيب شلون؟ هذول مثل ما قال ابراهيم الجعفري قال جئنا لنبقى. شنو هي مالت ابهاتكم جئت لتبقى؟ وطلب احكم بالعدل. هذول جايين في سبيل مصلحتهم الذاتيه ومصلحه ايران. طيب ايش راح يسوون؟ ايش راح يسوون يا ابو زينب المتظاهرين اللي بالنجف؟ شنو الخطوات اللي تتوقعها انه هي ممكن تصير للتعامل ويا هاي الاله القمعيه الحكوميه؟ والله هو ما يفيد وياهم غير السلاح. مال السلميه هذول يقضون عليهم عني اضعاف اضعافهم. اقابل العنف بالعنف. بس هاي السياسه حتسبب دمار اكبر يا سيد ابو زينب. فقدنا اتصال مع السيد ابو زينب من النجف. طبعا الدستور اللي وضعه الاحتلال واللي وافقت عليه هاي الطبقه السياسيه وسنوه باياديهم وكثير منهم موجودين لحد هاي اللحظه ينص بماده من مواد على الحق بحريه التعبير عن الراي بشكل سلمي. يعني وحريه التعبير طبعا عن الراي يكفلها الدستور والقانون. وين هذا الكلام على الارض بالعراق؟ يوميا نشوف اعتداء ويتم على يد الحكومه قبل الميليشيات. ينفذ ويتم عن طريق هذه الجهات الحكوميه قبل الميليشيات على المواطنين اللي طالعين يطالبون بحق مشروع. لؤي الياسري مرفوض من اهالي النجف ويريدون يرحل لانه هو شخص فاسد بنظرهم. ومع هذا لؤي الياسري يعني ابو زينب يقول القوات اللي موجوده عددها اكبر من عدد المتظاهرين ثلاث اضعاف. شنو هالآلة القمعية؟ ليش التعامل مع الإنسان العراقي بهذه الطريقة الهمجية الدموية؟ من معنا الآن؟ منو من بغداد؟ أبو محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ صحتك. الله يسلمك أبو محمد حياك الله. والله هي ماكو صحة يا أستاذ محمد بالعراق هذا ويا المشاكل هاي وهالدماء تسيل هاي الشبابات يعني لا. إلى متى؟ ودول لازقين لا يخافون الله لا شبعوا من بوق لا شبعوا من قتيل لا شبعوا من التسليم. نعم. ويعني كلوا خبز بالعراق لأن من انطاهم عين؟ اللي انطاهم عين العمايم. واللي انطاهم عين الشيوخ. نعم. انطاهم عين. وإلا العمايم والشيوخ هسه إذا يسوون مؤتمر. يعني نعم. ويتكاتفون الشعب العراقي العمائم السود والبيض اذا أيه. تكاتفوا والله حبهم هسه اذا سووا مؤتمر ينطون كلام يوحدون الشعب العراقي ذولا كلهم يتبخرون اللي ينهزم واللي ينكتل واللي بس شو نسوي احنا؟ هي مشكلتنا هالعمائم هاي المزوره. نعم. هاي مشكله العراق. نعم انا اشكرك والشيوخ المزور. انا اشكرك يا ابو محمد من بغداد. السيد محمد من جرف الصخر تفضل يا محمد. محمد من جرف الصخر موجود السيد محمد؟ فقدنا الاتصال مع السيد محمد من جرف الصخر. طيب خلينا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام. طلبت جامعة الكوفة بمحافظة النجف قالوا انهم لن يتراجعوا عن مطالب ثورة تشرين الرئيسة باسقاط النظام والاحزاب السياسية الفاسدة. فلنشاهد بالسيارات اليوم طبعا رتل كامل راح نطلع وعندنا قصاصات ورقية نطالب بمن ما ننسى انه حاليا بهاي الفترة قاموا يطالبون مطالب محلية وغيرها. احنا لا احنا ما نسينا انه مطالبنا الاساسية اللي هي تغيير قانون الانتخابات والمفوضية ودعوة لانتخابات مبكرة وكذلك محاسبة القتلة.
وايضا بنوع من التصعيد السلمي خلينا نقول انه احنا نطلع بسياراتنا وقصاصات نطالب باستقاله المدراء والحكومه المحليه في محافظه النجف الاشرف. لازم نقيلهم، ليش؟ لكثره الفساد اللي عليهم. اليوم عندنا مطالب مركزيه ما تبقى منها هي المصادقه على قانون الانتخابات والدعوه لانتخابات مبكره. سبق وان ذكرنا ما حدث اثناء التظاهرات، مطالب ظرفيه ما تبقى منها محاسبه قتله المتظاهرين. اليوم للحظه ما شفنا مواقف جاده للكشف عن قتله المتظاهرين ليتسنى القضاء محاسبتهم، بالتالي هذا عبء يقع على رئيس الوزراء. باشرنا بإضافة الضغط على الحكومة المحلية نتيجة إهمالها وتقصيرها بعدم حماية ساحات التظاهر، وبعد انتهاء مهلة النجف وعدم وجود أي بادرة حسنية من الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية، نجد اليوم الحكومة المحلية تطغى في فسادها الواضح. لذلك اليوم نقوم بمسيرة حاشدة من أهالي وطلبة وجميع فئات محافظة النجف احتجاجا على ما يحدث من فساد ومماطلة وتسويف للمطالب، والتي هي أهمها قانون الانتخابات والانتخابات المبكرة والتعديل الحاصل في المفوضية، في قانون المفوضية والإشراف الأممي. معنا الآن السيد محمد بن السماوة، تفضل يا محمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي وتحية للراشدين. حياك الله أخي العزيز. الفلسفة التي يطبقها هؤلاء الطغاة، وعندما يسحقون أمان شعوبهم وتطلعاتها، فلا بد للربيع من قدوم، وهكذا هي دورة الحياة. فعندما ينتشر الظلم والتغذيل والمراوغة والكذب، فلا بد من بزوغ الثورات التحررية لتغيير وجه التاريخ، ولا بد من انتصار الحياة على الموت. وكلما ازدادت معاناة الشعب ازدادت إرادته قوة من أجل منع التلاعب بإرادته ومنع المنحرفين والفاسدين والمنافقين من القيادات التي لا تصلح ذاتها، ومن لا يصلح نفسه فإنه لا يمكنه إصلاح الآخرين. يتفرد الدكتاتور أو الطاغية بكل شيء، فهو وإن بدأ يرفع شعارات تزيين حكمة لكن باطنها أباطيل وتعطيل، وحرية الفكر وسلب الإرادة الشعبية وحك الدسائس ضد الشعب. وشكرا لك أخي. شكرا جزيلا سيد محمد بن السماوة. معنا السيد محمد من جرف الصخر، عاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا من جرف الصخر من خيانة النجوح. لكم مساعدات إنسانية، بل الوضع الكورونا. صار لكم ايش قد ما راجعين الجرف الصخر يا محمد؟ والله صار لنا من 2014. وشنو اللي يمنعكم من العوده؟ والله ما حد من الحكومه جات ترجعنا لهنا. شلون؟ لهنا الجرف الصخر. الحكومه ما جات ترجعنا. طيب بالمحيط النزوح، لا مساعدات انسانيه، لا شغل، لا عمل. جاكم مسؤولين يا محمد شافوا وضعكم؟ والله التقوا بيكم؟ لا ما حد جانا من 2014 حتى 2020 ما حد جانا. الله يكون بعونكم يا محمد. مأساتكم معروفة. والله ماكو ما وحتى شغل ماكو. يعني بالمخيمات حار وبرد ومد وقهر. الله يكون بعونكم يا محمد وترجعون ان شاء الله. انا اشكرك ايضا، ترجعون ان شاء الله لبيوتكم سالمين غانمين. هاي طبعا من الانتصارات اللي تفخر بها الحكومة بالمنطقة الخضراء. حيدر العبادي طلع مستعجل يريد يعلن الانتصار. الانتصار هذا ناس من 2014 مهجرة من بيوتها ومن منطقتها وما تقدر ترجع لأن الحكومة ما تقبل، والأدق ميليشيا حزب الله اللي ما تقبل، اللي موجودة بجرف الصخر ومسيطرة، وحتى وزير الداخلية ما يقدر يروح يزور لأنه ممنوع أنه يدخل، الميليشيا مانعته. بالعراق هكذا تسير الأمور مشاهدينا الكرام. منطقة أهلها صار لهم 6 سنوات ممنوعين من العودة إليها، مهجرين نازحين بلا مساعدات بلا دور حكومي. أي واحدة من القضايا الكثيرة. هناك نقطة مهمة حقيقة بالمقطع اللي عرض قبل قليل لطلبة الكوفة، جامعة الكوفة. أحد الطلبة قال أنه المطالب تحدث عن المطالب الجانبية والمطالب الرئيسية أو الفرعية والرئيسية،
مشاهدينا الكرام، إذا راح لؤي الياسري من محافظة النجف، من اللي حيجي بداله؟ من هو البديل للؤي الياسري؟ إذا كان القائمين على اختيار المحافظين أو النظام القائم على اختيار المحافظين بالعراق بشكل عام هو نظام محاصصة طائفية، نظام التحزب، نظام فاسد، ممكن إذا راح لؤي الياسري ممكن يطير لؤي الياسري، لكن ما من هو البديل في ظل وجود نظام بالعراق، نظام مليء بالفساد وعليه تهم فساد وشبهات فساد وقضايا كثيرة، وهو الذي أوصل العراق إلى ما هو عليه الآن؟ يعني ممكن أن هذه الحكومة تأتي بشريف لكي يدير المحافظات أو شرفاء، مجموعة من المحافظين الشرفاء يديروا المحافظات، وبالتالي يمنعون عمليات السلب والنهب والسرقات وتفشي الميليشيات وانتشار السلاح، هاي كلها المحافظ يقدر باعتبار عنده شرطة محلية وداخلية وكذا. هل ستسمح أحزاب السلطة المتهمة بالفساد والتي يعتبرها العراقيون هي السبب الرئيس بما يحدث في العراق أنه تأتي بالنزيهين الوطنيين؟ إذن الفرق ما بين القضية الجانبية والقضية الرئيسية أن بزوال حكومات ما بعد الاحتلال وهذا النظام المبني على المحاصصة الطائفية ستتغير كثير من الأمور بشكل صحيح، إن كانت رحيل محافظين، إن كانت معالجة قضية المعتقلين، إن كانت علاج القضية الاقتصادية، إن كانت القضية الأمنية وغيرها من القضايا الأخرى. إذن الأهم ثم المهم، هكذا هو المفترض وهكذا يرى أغلب العراقيين حقيقة. هناك للأسف يعني لا نزال نرى من يخرجون ليطالبوا بمطالب جانبية، وإن تحققت فهي ستظل ضمن إطار الفساد أو الدولة الفاسدة اللي يعيش بها العراق بشكل عام. لدينا مقطع أيضا خلينا نشوفه من مدينة الناصرية لتظاهرات اليوم اللي صارت أمام مبنى محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بتقديم المتهمين بقتل المتظاهرين للعدالة، فلنشاهد. الوحش الوحش اللي يصير محافظ كما تابعتم مشاهدينا الكرام، المطالب تستمر بتقديم قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم إلى قضاء عادل. طبعا هذه هي الأمنية، المشكلة لا يروحون للقضاء الموجود حاليا لأن القضاء الحالي متهم بالفساد أصلا وقضاء عليه ملاحظات دولية أنه قضاء فاسد، القضاء الموجود بالعراق، وبالتالي يعني النقطة ذهابهم قد يكون بها شكوك حول مصداقية الجهات القضائية بالتعامل ومحاكمة هؤلاء وفق القوانين. النقطة الثانية هي موضوع أنه متى سيقدمون، من الذي سيقوم بتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة؟ والوعود اللي طاها مصطفى الكاظمي من أول ما إجا هي وعود هواء في شبك، ما تحقق منها أي شيء، ولغاية اللحظة كل اللي متهمين بقتل المتظاهرين لا يزالون طلقاء. من معنا الآن؟ السيد أبو كرار من بغداد، تفضل يا أبو كرار. أبو عبد. أهلا وسهلا يا أبو كرار. مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. شلونكم عيني؟ الله يسلمك، الحمد لله. أبو كرار أنا أريدك أبو تنصي. أبو جاسم الله يساعدك. الله يسلمك، أريدك تنصي صوت التلفزيون للأخير. عيني أبو جاسم. إحنا صار لنا 17 سنة دا نحكي ودا نتظاهر. أي. الو ابو كرار، اذا تقدر تنص صوت التلفزيون اذا انت قريب من التلفزيون. تسمعني يا ابو كرار؟ وهذول منطينا 13 شهر غايتهم هو تدمير هذا الشعب. نعم. عيني؟ اي نعم. وعدهم تعليمات من البيت الابيض. اي. واحد اثنين ثلاثة سووا فلان شي فلان شي فلان شي. نعم. نعم. نعم عيني. طيب. والله بعون المتظاهرين في جنوب العراق اخواننا الشيعة.
العراقيين اللي دي يظهرون، مو بس الشيعة يا أبو، كل العراقيين. شكرا. نعم يا أبو كرار. نعم ندري احنا ندري. أنا أشكرك يا أبو كرار من بغداد، شكرا جزيلا. اللي طلعوا بالتظاهرات، وحتى نعيد ونكرر هذا الموضوع حتى لا تحسب التظاهرات وتشخص بهذا الشكل، اللي ربما تستخدم أو تستغل أطراف طائفية موجودة بالحكومة المصالحة، كل من يخرج في تظاهرات هم العراقيون، هم أبناء العراق بشكل عام. لا نختلف مع أنه هو من المحافظة الجنوبية، من المحافظة الشمالية، شاركت كل الأديان وكل الطوائف في ثورة تشرين، وذهب المسيحي والمسلم والمسلم بطوائف المتعددة، ذهبوا ضحايا للقمع الحكومي، وذهبت باقي الطوائف، شاركت الأقليات في ثورة تشرين كذلك، وأهالي المحافظات والمدن المنكوبة رغم الدمار اللي تعرضوا له طوال العمليات العسكرية على داعش اللي دمرت الحكومة والميليشيات وداعش مدنهم. لكن ببدايات ثورة تشرين أرسلت القوافل من مدينة الفلوجة، من مدينة الرمادي، وخرجت مظاهرات في صلاح الدين وديالة ونينوى وغيرها، وإن كانت بنطاق ضيق لكن خرجت مؤازرة لثورة تشرين. والقوافل الإغاثية أرسلت إلى ساحة التحرير في بغداد من مدينة الفلوجة، كانت حتى في بداية التظاهرات تحمل الفرش والبطانيات والمواد الغذائية لإعانة ودعم المتظاهرين. ثورة العراقيين. أبو عبد الله من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي أولا دول المتظاهرين. نعم. المتظاهرين مسلوبة حقوقهم. أي نعم. نعم. الوزارات يهرجي وقاعد على كرسي رئاسة الوزراء. نعم. بس يفكر أنه ينهب حقوقهم. معني؟ نعم. ثلاثة أي بس أعرف يعني بهاي الحالة بهاي أزمة كورونا. فكروا بالعوائل الفقيرة اللي ما عندها لا دخل، فكروا بأزمة السكن. نعم. فكروا بأزمة الناس اللي قاعدة كسبة بدون يعني ما عاد شردون يسوون ما يسولون. حازك أضافة لهذا رسالتي لوزير التربية. نعم. يعني احنا بالمدارس الأهلية ما ينطي النتيجة لحد ما تدفع على قصد، وموقف لك سلفادور يقول لك ما تطلع. زين لا فرق بين الحياة والموت، يا يعني خلونا نموت يا اما تركون هالبلد هذا. هناكم اصحاب يعني مشترك، انت عراقي وانا عراقي، انت تريد حقك وانا اريد حقي. نعم. ما من المعقول انت عايش برفا ومتونس واني منهوب حقوقي. نعم. يعني البعثيين يصيحون احنا بنملاتنا واحنا لازم نريد حقوقنا. اي الحكومه الحاليه هي ثلاث ارباعها بعد هي جت من خلف الحدود. ليش؟ يعني الفدائيين صدام لحد هذا اليوم ياخذون رواتب. نعم. جماعه رفح يكونوا يركضون بامريكا هناك وياخذون حقوق. والشعب زين احنا شنو يعني نزلاء سقطونا هوياتنا وطلعونا من هالبلد هذا وخذوا بالعافيه. شنو رايك باللي دي يصير بالنجف يا ابو عبد الله من القمع اللي دي يصير واستخدام الرصاص؟ والله يعني اللي قاعد يصير بالنجف يا اخي احنا امس اخذوا الحنطه مالتنا الحاصل مال الحنطه مال الشعب. نعم. ويقولون الطير اكله. يعني هذا عذر شنو هذا؟ هذا فضيحه. هاي فضيحه. بس لا رايك هسه رايك اليوم يا ابو عبد الله باللي دي يصير مظاهرات والحكومه تستخدم قواتها باطلاق الرصاص الحي، خمسه اصابات وحالات اعتداء على المتظاهرين، هاي كلها لين طلعوا وقالوا ما نريد لؤي الياسري، يعني شنو الجرم اللي ارتكبوه الناس لما يطلعون يريدون يوخرون سياسي فاسد، مسؤول فاسد؟ وين المشكله؟ يا اخي انه احنا ندعي الديمقراطيه والحريه واحنا بعيدين كل البعد عن الديمقراطيه والحريه. نعم. الحريه الصفحه واحنا في احنا حاله حكومه عصابات. نعم. مجرد انه انت ماسك سلاح وانا ما عندي سلاح، هذا الفرق بيننا. نعم. انا اشكرك يا سيد ابو عبد الله من النجف، معنا السيد سلام من بغداد، تفضل يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عيني استاذ محمد، هؤلاء اليوم الاحداث اللي صارت بالنجف مع الاسف يعني. نعم. هاي يعني اطلب من المرجعيه اذا ما تحكي راح تكون شريكه مع هؤلاء الاحداث. يعني هاي مدينه النجف يا اقدس مدينه بالعراق. نعم. ها تصير فيها هاي الاحداث وقتل ورمي. زين انت من تكتل سليمان طلعت تبكي وتبشبش وتدعي، هسه من عالم تكتل ماكو رام راسك يا اخي لو تطلع تحكي. ترى انت مسؤول
كل الاحزاب الفاسده حكت المرجعيه وقالت المرجعيه والترجح باسم المرجعيه. زين انتهت المرجعيه وين؟ هو خلينا احنا نسال هذا السؤال، صار لها 9 أشهر المرجعيه والدماء تسيل بالشوارع، وينها؟ مع والديك يا استاذ محمد، بس مع الاسف يعني المرجعيه انا اشوف متواطئه ويا الاحزاب. ونقطه ثانيه، يعني نقطه ثانيه الان هاي الاحزاب، نعم، اطلب من العراقيين جميعا بكل طوائفهم المسيحيه والمسلمين والاكراد وكل خل تفهم انه هذا النظام وهاي الاحزاب نعم جت حتى تدمر العراقيين والعراق، وجت محتاشة على الطائفيه، محتاشة على الفتنه والتفرقه. رايك يا سيد سلام، سيد سلام، رايك بالناس اللي يطلعون يطالبون مثلا انه محافظ ينشال، يطالبون مثلا يحصلون على وظيفه، يريدون مثلا الكهرباء، ذولا اذا تغير المحافظ مثلا منو الحين ممكن يجي البديل؟ هل ممكن يجي شريف في ظل حكومه فاسده؟ مستحيل مستحيل استاذ محمد، وانا قبل شاركت معكم واكدت انه يجب ان يكون مطلبنا ما نطالب انه كهرباء او تغيير محافظ او فلان شيء، لا مطلبنا هذا لا النظام كله اللي ببغداد الاطفال. نعم. هو مسؤول اللي يجيب النفط، انت شنو؟ نعم. والمحافظين منين اجوا؟ نعم. وانا عندي طلب لكم، يعني انتم قناه الرافدين المحترمه بارك الله فيكم. الله يسلمك. تفضل. شلون تكون رؤيه المتظاهرين؟ ماذا يريدون المتظاهرين من يعني مكان البديل لهذا النظام؟ والناس هسه بعض الناس مو بهذا ما تعرف تقول لك اذا فقط هذا النظام احنا شنو اللي يجي شنو البديل؟ نعم. فريد شويه يعني توعون الناس اكثر بارك الله فيك. ان شاء الله، طبعا احنا مستمرين. انا اشكرك سيد سلام من بغداد. دأبنا منذ ثورة تشرين، وطبعا قبل ثورة تشرين نحن منذ تأسيس القناة أصلا تقوم القناة ببث البرامج التوعوية، إن كانت تحليلات سياسية وإن كانت برامج تفاعلية بالحديث عن الطرق المناسبة لإدارة الدولة، وتتحدث عن الأنسب للعراق والأصلح للعراق، وتتحدث عن الفساد طبعا بكشفها لملفات الفساد وبالمطالبات الدائمة للعالم وفي الداخل العراقي أن تسير الأوضاع على الطريق الصحيح، لكن لا أحد يسمع يبدو للأسف. مع هذا نحن نستمر بدعم العراق بقضيته بكافة قضاياه، طبعا نحن جزء من هذا البلد ونقل الحقيقة هي واجبنا وثورة تشرين هي تمثلنا، وبالتالي يعني البديل يأتي عن طريق انتخابات وطنية نزيهة بإشراف أممي كما يقول المتظاهرون، ويتم الموضوع وفق القانون الصحيح وليس قانون الغاب الذي يعيش به العراقيون الآن وتستخدم هاي السلطة. وطبعا هناك من الكفاءات العراقية ومن القادرين على إدارة الدولة بالآلاف، إن ربما بمئات الآلاف حتى أعدادهم من الكفاءات العلمية، الكفاءات العسكرية اللي قادرين إنه يمشون الطريق البلد على الطريق الصحيح. من البديل حقيقة هذا يكون باختيار الشعب، احنا ما نقدر نحدد. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. قمع متظاهرين النجف، رمي حي، رمي الرصاص حي. قناص. والله اليوم عراقي بالحرام، والله اليوم أخوه بالحرام، والله عيب عليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا الان السيد حسين من كركوك، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أخوي هي ما يصير لها إعلان، يعني أنت تعرف من سقوط النظام لحد الآن يعني يسمونه سقوط النظام، لا نهجم العراق قول بعد. نعم. وجونا احنا ما أدري هذه على عدبابات، بعد ايش تضحك هنا شفنا ما أدري جاية كلها من خارج الحدود، كل واحد يمتلك له جنسية وجنسيته، ايش تضحك هنا شفنا ما أدري؟ شوف نعم. الشباب قاعدين يقتلون هنا وهناك، شو تقول لهم؟ يعني ما عنده غيره لا على بلده ولا على امه ولا على اخته، ايش تعقل من عنده؟ كل واحد عائلته ما ادري ب نعم اي دوله، ما والله ما ادري شلون يكون التعبير، ما ادري شو اقول لك. نعم. زين يا حبيبي
البرنامج ماله كلش حلو، هاي اول شيء، وصوت العراق كله، يعني كل العراقي يتمنى، يعني يوميه يوميه يتمنى هالبرنامج هذا الحلو. الله بس المشكله اكو ابن الطاغيه تسمع هالحكي هذا انا وياك نحكي. يعني سيد حسين احنا لو نمشي على هذا الكلام نبطل من ثاني يوم، اذا نمشي على كلام لا احنا مو نبطل، بالعكس هذا برنامج مشجع. لا لا مو احنا بس، انا ما اقصد على القناه والبرنامج، انا اقصد على كل انسان اذا قضيته يحكي كلمتين وما حد سمعه يروح لبيته ويسد الموضوع، ما راح تتحقق اي نتائج. اكيد هاي شغله منتهيه، بس دا اقول لك شيء واحد حبيبي. نعم. اقول لك شيء، يعني شوف دماء هالشباب هذا، يعني 800 قول الف واحد، هذا يعني الاحصائيه مو مضبوطه، بس انا اقول لك فوق الالف، يعني ما عدا بس الشهداء. زين هسه سووا شاره، سووا شاره لهالشعب هذا، قالوا نريد نشوف يا ميليشيا يا حزب قاتل يا غير حسابات، كلها جوا العباد. تمام لو مو تمام؟ نعم صحيح. سيد حسين زين قول لي. سيد حسين اني طبعا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه هاي اولا. وجود قناة أو وجود نافذة لنقل الحقائق مرآة تعكس الواقع الموجود بالعراق، في ظل وجود عشرات من القنوات الحزبية والميليشياوية والتابعة للسلطة اللي تخفي الحقائق، هو الدور طبعا ضروري جدا في هاي المرحلة حتى نستمر بتغطية الأحداث اللي موجودة، بمتابعة الأحداث عفوا الموجودة وكشف الحقائق اللي دا تصير. الاستمرارية هي شيء أساسي ومهم جدا لنجاح أي ثورة، بدون استمرارية تنتهي خلص تموت. الاستمرارية والإصرار على الثورة والإكمال الطريق للأخير والتشبث بالأمل هو كلها النقاط المطلوبة لتتحقق الثورة اللي يجوي بإرادة دولية، إرادة خارجية جابتهم وجوي بالسلاح وسيطروا على العراق بالسلاح. ذهابهم ما راح يكون سهل، رحيلهم ما راح يكون سهل، هو ليس إفقاد للأمل لكن هذا الواقع، يجب أن يكون هناك صبر وتحمل على رحيل هؤلاء إلى أن يرحلوا. وطبعا الموضوع سيكون طبعا لازم تضحيات، لكن احنا نتمنى إن شاء الله تكون أقل التضحيات الموجودة في هذه الثورة للخلاص من هؤلاء الفاسدين. علاء من النجف تفضلي. علاء السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله. طبعا نشكر استضافتكم اولا ونشكر قناه الرافدين على تغطيه احداث النجف اليوم. الله يسلمك. حلقه خاصه بهذا الموضوع. واجبنا هذا. اشكركم جدا. استاذ العزيز طبعا اليوم كان موقف مشرف الثوار النجف، يعني بالتعبير عن رايهم بصوره سلميه جدا. نعم. وبعيدا عن اي مظاهر العنف. رفعوا شعارهم ورفعوا مطالبهم بإقالة السلطة المحلية المتمثلة بالمحافظ ونائبيه. نعم. وكذلك المطالبة بتغيير بعض مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية. نعم. في المحافظة. ولكن للأسف الشديد جوبهوا بطريقة وحشية جدا. وتم الاعتداء عليهم بصوره يعني اكثر من يعني بطريقه اجراميه. ليش؟ احنا هنا نسال ليش؟ شنو السبب اللي يخلي الحكومه تقمع الناس بهالطريقه وهم سلميين؟ احنا نسال استاذ العزيز، احنا اليوم كمتظاهرين هم بنسال. نعم. يا ابا احنا ما سوينا شيء يدعو للعنف. رفعنا مطالبنا وقلنا لكم هذه الناس يا عالم يا ناس، اليوم احنا نمثل المجتمع النجفي. نعم. نمثل اهالي النجف، وهاي الناس قصرت بحقنا وبحق المحافظه وبحق البلد، غيروهم من ريدهم. ليش هذا العنف؟ لكن اليوم قبل قليل سرب يعني تصريح او نداء للسيد المحافظ المتمثل اللي يمثل هو المسؤول التنفيذي الاول والمسؤول. نعم. عن امن المحافظه وحياه ابنائها، يوجه بقمع التظاهرات ويقول بالناس حتى اذا انقتل شرطي اهم شيء انه يصور للناس ان المتظاهرين اعتدوا على القوات الامنيه. سيد علاء انا اريد اسالك سؤال. انطرح هسه عند اكثر من متصل طرحه وهذا الراي، وحتى بالنجف طلبت واحد من طلبه الكوفه حكى الموضوع. مشكله النجف
هي بلؤي الياسري لو باللي جاب لؤي الياسري. احنا اذا نرجع لمشكلة النجف بصورة خاصة ومشكلة العراق بصورة عامة فهي متمثلة بمن اتى بلؤي الياسري وبمن اتى بمن اتى بلؤي الياسري. وهنا نقصد التدخلات الدولية والاقليمية كإضافة يعني رحيل لؤي الياسري ايش راح يغير من محافظة النجف اذا جابوا لكم واحد ثاني ربما قد يكون اكثر فسادا من لؤي الياسري؟ ايش ايش حتكونوا غيرتوا؟ طيب احنا ما نستهدف لؤي الياسري شخصيا سامي العزيز. نعم. لؤي الياسري يمثل السلطه الاداريه والامنيه والتنفيذيه الاولى في المحافظه. نعم. اضافه الى نائبيه اضافه الى مدراء الدوائر، هاي اليوم اللي تعتبر الدوله المصغره للمحافظه. نعم. احنا نقصد الناس التي قصرت في اداره المحافظه لمده 5 سنوات. يا عزيزي اليوم اذا تدخل محافظه النجف، محافظه النجف تتراجع عمرانيا وامنيا واقتصاديا وصحيا وفي كل الجوانب، ولؤي الياسري وحكومته المحليه مسيطرين على زمام المحافظه منذ 5 سنوات. واحتمال يا سيد علاء، وهي طبعا ربما تكون من المخططات، لما الحكومه تشوف او الاحزاب تشوف ان المطالب فرعيه جانبيه، يعني مثلا الناس كلها طالعه تقول ما نريد لؤي الياسري، حتطلع الحكومه تقول لكم تمام نطير لؤي الياسري ونجيب واحد ثاني غيره، وتحاول تصور نفسها على انه هي المنقذ، منقذ الموقف والبطل. طيب هذا الكلام ليس في مصلحه ثوره تشرين اللي تطالب باسقاط النظام، ليش الموضوع ده يتحول الى امور جانبيه بدل ما نركز على ازاحه يعني قطع راس الافعى اللي حيموت الجسد كله، الجسد الفاسد كله. نعم نعم. ولو احتمال اخذ من وقتك الكثير لكن اتمنى تمنحنا بعض الوقت. تفضل. استاذ العزيز باختصار اوصل لك الفكره. نعم. انه المطالب المركزيه التي نادت بها ثوره تشرين من يوم 25/10 ولحد الان هي ثابته. نعم. تغيير قانون الانتخابات واستقاله الحكومه وحل البرلمان. نعم. والذهاب الى انتخابات مبكره باشراف اممي. نعم. هذا ما نادينا به منذ البدايه. ولحد الان مصرين عليه. نعم. لكن اليوم بعد مرور اكثر من 8 اشهر. نعم. ولم يقال مدير عام. نعم. على اثر دماء شهداء وجرحى اكثر من بالاف الجرحى ومئات الشهداء. نعم. عزيزي ماذا تنتظر منا؟ وخصوصا انه بعض المتظاهرين وكذلك الشارع العراقي بدا يتذمر من التظاهرات واستمرارها على النمطيه دون تغيير، نمطيه واحده دون تغيير. طيب. لذلك عمدنا الى تصعيد فرعي او تصعيد جانبي. طيب. سنعمل على تحقيق مطالب التظاهرات تدريجيا، وسنذهب اولا الى المحافظات والى الحكومات المحليه، ثم ثم بعد ذلك نذهب الى تحقيق مطالبنا الاولى والرئيسيه ان شاء الله. انا اشكرك سيد علاء من النجف، شكرا جزيلا لك للمشاركه. في الرسائل الواردة نقرأها سريعا من المشاركين الكرام. أول رسالة تقول السلام عليكم أخي، أنا أطالب بالعفو العام، ليش ما يطلعون السجناء؟ حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. الله لا ينطيك يا مصطفى الكاظمي، حرق قلبنا، الله يحرق قلبك بجهالك إن شاء الله وتجيكم كورونا كذا، يعني دعاء السيد أومانس. نعم. رسالة أخرى من السيد أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول تعقيب على كلام المتصل أمس أنور من بغداد، يقول ما يخص المنحة المصروفة للمصابين بمرض كورونا، أحد الأحزاب المتنفذة مأجر فندق درجة أولى ويحتجز من أنصاره والموالين له في هذا الفندق 14 يوم خدمة درجة أولى، وبعد 14 يوم يصرف له المبلغ المقدر 8 مليون، يصرف للمصاب 1 مليون أو يزيد شيء قليل، وهذا والباقي للفاسدين. طيب في رسالة هناك من يحاول إرسال الصور، هناك من يحاول إرسال المقاطع، هناك من يحاول الاتصال، طبعا هذه كلها يعني خدمات غير متاحة للعرض في البرنامج، لأن خدمة الواتساب تحديدا للرسائل المكتوبة فقط. رسالة السلام عليكم أنا من كركوك، شلونك أستاذ محمد؟ نطالب بالعفو العام
كافي ليش ما يعطون العفو العام؟ رسالة لدينا من حسن من بغداد وهو حاليا يقوم بالكتابة يبدو. رسالة أخرى يقول إخواننا السنة نحن معكم. وفي رسالة هناك طبعا من يقوم بإرسال تسجيلات صوتية غير متاحة للعرض. طيب بالنسبة لمن يتحدث عن الإجابة على الرسائل، طبعا نحاول قدر المستطاع أن نجيب على الرسائل لكن أحيانا يضيق الوقت. رسالة يوم أحد المشاركين يقول يوم 6/4/6 تم اقتحام بيت الناشط حسان الهلالي من قبل ميليشيا سرايا السلام وقوات السوات يوم 4/6. نعم، نتمنى السلامة طبعا لجميع الناشطين. نذكر هنا أيضا بخبر مهم وهو تعرض الناشط وئام الشعراوي لمحاولة اغتيال على يد عناصر من الميليشيات في محافظة ميسان. الناشطون أفادوا أن 2 من عناصر الميليشيا كان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على الناشط أثناء وجوده في شارع بغداد على بعد 50 متر من أقرب سيطرة أمنية. 50 متر من أقرب سيطرة أمنية. طبعا القوات الحكومية هي فقدت الأهلية منذ أول يوم تشكلت به، لأنها شكلها الاحتلال على أسس طائفية، وطبعا نظام الدمج، دمج الميليشيات ونظام المحسوبية والوساطات هو أسس هذا الجيش وهذه القوات الحكومية، وبالتالي طبعا هي فاقدة للأهلية وغير معترف بها من قبل العراقيين لأنها قوات ليست وطنية في نظرهم. القوة اللي تسمح للميليشيات أنه تحمل السلاح وتغتال الناس وتخطف وترهب المواطنين هي قوة غير مؤهلة لأن تكون قوة وطنية. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.